كفة تمين نوعا ما للسيتي لأنه الأجهز نجومه الأجهز. الذي يبدأ مواجهات اليوم كما ذكرت أملا بتحقيق اللقب، وفي الجانب المقابل يسعى سيتيزن لأن يوصل سلسلة نجاحاته. كرة يخطفها يصل فيها وضع كرة في شباك الحارس البرازيلي إيدرسون، هدفا وحيدا لمصلحة ليفربول. كرة بمحاولة أمامية وصلت إلى فيرمينو في منطقة الجزاء، تسديدة تأتي لكن حارس المرمى تشيلي في المكان المناسب. كلاوديو برافو الذي يجمع ما بين الفريقين في منافسات بطولة الدرع الخيرية. كرة بمحاولة محمد صلاح في منطقة الجزاء، لمسة الإنجليزية لندن خلال الكثير من الفترات من في 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 طوال العام. هذه الكرة والمحاولة وهدف أول يأتي في اللقاء، هدف أول يأتي في المواجهة، يسجل رحيم ستيرلينج وإبعاد عن طريق اللاعب روبرتسون. عادت المحاولة بأقدام الإسباني الوافد الجديد رودري، هذا رودري بتكلفة بلغت 70 مليون، يأتي بكرة بتمريرة وصلت إلى دي بروين عرضية لكن حارس المرمى أليسون. أليسون في الكرة، شوف تمريرة رودري وصلت إلى برناردو سيلفا، رائعة جدا من البرتغالي، رائعة جدا من البرتغالي. الرجل الذي من خلاله صلاح يتوغل يدخل يصل إلى منطقة الجزاء ويسدد في القائم الأيسر، تصطدم الكرة في القائم الأيسر. مستوى العالم على مستوى بقية المنافسات في بطولات أوروبا والدوريات الخمس الكبرى، لماذا اختارت إنجلترا هذا الاسم؟ كرة بمحاولة تأتي إلى جابرييل جيسوس، خطيرة وصلت إلى كيفن دي بروين، رحيم من جديد أليسون يأتي وصلت بأقدام كيل ووكر في الجهات اليمنى، برناردو سيلفا، لا 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 لا، سيتيزن، السيتيزن من دون أي مقدمات، السيتيزن من دون أي إنذار. يعيد الكرة وصلت إلى غوميز، لمسة في الجهات اليمنى، محاولة مرور تأتي بأقدام محمد صلاح، صلاح يمر في المرة الأولى وفي المرة، يا سلام يا سلام، كرة في غاية الروعة عن طريق اللاعب محمد قدم، ومعترف فيها في الفيفا، بطولة رسمية تحتسب للفريق الفائز بها ويسعى من خلالها لزيادة عدد رصيده من الألقاب، وهي كأس السوبر كما ذكرت كما تسمى في بقية. وبأغلبية الأصوات وافق الاتحاد الإنجليزي في جمعيات التي عقدت في ذلك التوقيت أن يذهب ريع المباراة بالكامل إلى المؤسسات الخيرية. كرة بمحاولة وصلت إلى روبرتو فيرمينو في منطقة الجزاء، التقدم يأتي لكن عند حارس المرمى كلاود. هنالك أحد ليشك بأن برناردو سيلفا مثلا سيكون واحد من ضمن المرشحين الثلاثة مو بس العشرة. هذا برناردو سيلفا يقدم كرة بغاية الروعة، عرضية تأتي بعد ذلك من كيفن دي بروين، لكن أيضا تغطية من زينشينكو، محمد صلاح ركلة مرمى عند الحارس كلاوديو برافو. هذه كرة هدف المباراة الوحيد المسجل حتى هذه اللحظة بصناعة من ديفيد سيلفا، لمسة من رحيم، كرة تجاوزت خط المرمى، دغي عن وجود خطأ وبطاقة صفراء على كيفن دي بروين، بطاقة صفراء على كيفن. أوريجي على مستوى السيطرة يبحث عن المرور، لا زالت الكرة في أرضية الملعب. أوريجي وسط تغطية موجودة من برناردو سيلفا في لقطة الماضية، وقرار من حكم المباراة مارتن اتكنسن يعلن عن أجل الثانية أهداف اللقاء. وتيمندي سيتقدم بكل تأكيد، جون ستونز والآخر سيكون حاضرا في منطقة الجزاء. المحاولة ملعوبة داخل المنطقة والرأسية تأتي، والبرازيلي أليسون في المكان المناسب يسجل ويتقدم هنا في نهاية الدرع الخيرية. لمسة تصل إلى رودري، أمامية ملعوبة، الكرة وصلت إلى كيفن دي بروين في الجهات اليمنى، المحاولة بأقدام برناردو سيلفا، سيلفا سيلفا عرضية في منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع. كرة تصل بأقدام اللاعب جون ستونز، كيل ووكر يلعب المحاولة في الجهات اليمنى، برناردو سيلفا خطيرة جدا، طالت 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 على كيفن دي بروين، طالت على كيفن دي بروين، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. سن فان دايك، غوميز، وألكساندر أرنولد، فابينيو، هندرسون، فينالدوما في المقدمة، أوريجي، فيرمينو، ومحمد صلاح. بينما في الجانب المقابل تشكيلة مانشستر سيتي
برافو في حراسة المرمى أوتاميندي ستونز كايل ووكر كرة بمحاولة في منطقة الجزاء خطيرة تأتي بإقدام ديفيد سيلفا في منطقة الجزاء لكن أوتاميندي يتدخل يبعد الكرة والخطر تعود من جديد محاولة تصل جون ستونز في المكان المناسب الدولي الإنجليزي في اللقطة الماضية وصلت إلى فيرمينيو إلى روبرتسون أوريجي يسدد لكن في إحضان حالي واضح جدا بأن انفصل تفصال لما يقدمه ولما يبحث عنه الكرة بإقدام رحيم اصطدمت كرة بمحاولة مرور وتقدم تأتي لكن أيضا سقوط أتكنسون يأمر باستمرارية اللعب أمامية ملعوبة كلاوديو برافو في المكان المناسب يتدخل على حساب تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد كرة بمحاولة في الجهات اليسرى الآن من أجل تسجيل أول أهداف في المباراة الريدز ليفربول من أجل التعادل يتقدم في خطيرة جدا اصطدمت في العارضة وارتطمت بعد ذلك بخط المرمى اصطدمت في العارضة وارتطمت في خط المرمى الثاني كرة بمحاولة ملعوبة اصطدمت في رحيم وصلت إلى محمد صلاح في منطقة الجزاء صلاح مرة قائم كيل ووكر تقدم مر في المرة الأولى عدى في الثانية مرر في الثالثة الله على التمريرة ثم بعد ذلك رحيم ستيرلينج لكن براف محاولة لمصلحة ليفربول هندرسون في منتصف في ملعب المباراة انطلاقة تأتي من الإنجليزي يلعب كرة إلى محمد صلاح يبحث عن التسديد سددوا براف والتصديات في اللقطة الماضية بطريقة في غاية الروعة ردة فعل مميزة جدا لحارس المرمى كلاوديو برافو الرجل صاحب الستة ذكرى رقم 125 لتأسيس فريق مانشستر سيتي لكن كل السنوات الماضية كوم كرة بمحاولة بإقدام كيفين دي بروين يسدد البرازيلي أليسون في الذي يشير حكم المباراة دون الإنذار الشفهي يظهر في مباراة اليوم بيبي غوارديولا ويحصل على البطاقة الصفراء من مارتن أتكنسون كرة بمحاولة تصل لمصلحة ليفربول التدخل يأتي من زينشينكو لا زينشينكو خلوا عين خلال اللحظات القليلة القادمة من أحداث هذه المواجهة كرة بمحاولة لمصلحة ليفربول الآن ملعوبة من هندرسون في منطقة الجزاء وبعدت في مرة أولى وصلت إلى فان دايك خطيرة في أرضية ملعب لكنه خسر البطولة لمصلحة مانشستر سيتي وحارس المرمى كلاوديو برافو كرة بمحاولة تصل إلى شاكيري هدم لالانا في منطقة الجزاء خطيرة تأتي ملعب لو اصطدمت الكرة في الحكم يستأنف اللعب الآن تغيرت الأمور الجهة اليمنى لالانا يتقدم لالانا مر يلعب كرة في الجهة اليمنى عن طريق صلاح إلى خارج الوحيد الموجود في القائمة والحديث عن جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري المتوج بلقب بطولة أمم أفريقيا الأخيرة في مصر بأقدام المصري صلاح يسدد لكن برافو في المكان مانشستر سيتي يريد بأن تذهب المباراة إلى وقتين أو إلى ركلات ترجيح صلاح لكن برافو في المكان المناسب برافو يا كلاوديو في المباراة الأول كان يوحي بأن مانشستر سيتي لربما يكون في منتصف الموسم بعد أدائه الكبير في الشوط الأول لكن شوط المباراة الثاني ليفربول ممكنة العلامة الكاملة محليا بالنسبة للمدرب الإسباني كرة تصل إلى رحيم يحاول في منطقة الجزاء التصدي من روبرتسون والإبعاد من شخصيا من وجهة نظر شخصية أعتقد بأن المنافسة ستحتدم بشكل كبير صلاح يتقدم صلاح مستحيل الكرة المصات الريتس ملعوبة في منطقة الجزاء المحاولة لا زالت مستمرة محمد في أكثر من محاولة يحاول أن يصنع الآن كرة ملعوبة المحاولة الماضية مرت من أمام الجميع إلى خارج أرضية إن لم تكن هي السابقة أولى من نوعها
في كرة القدم الإنجليزية. ننتظر ركلات الترجيح أم أن آدم لالانا إلى محمد صلاح إلى كرة في الجهة اليمنى. شاكيري يسدد، برافو برافو، يتصدى